المسالك والطرق اللي غير معتاده سواء بالمدرسة التويت ولا الف ولا ولا لا متوقيس، وراه عندنا دابا صح حاليا وغادي نحاول نطلبوا على ممولين من اجل الجلسات الدراسيه مليار ديال الصافي تقريبا ما يخص هذه المسالك. عندنا دراسه مؤخرا وراه حنا خدامين واعضاء خصهم يطلبوا على التمويل ديال هذه المشاريع. فيما يخص الغاء التحقيق اللي كان دار المجلس مع المجلس البلدي ديال بلدان فيما يخص الولايات، فتظن ان حاليا هذا شوف رحمه الله والاتفاقيه غادي تبقى ساليه المفعول الى حين ايجاد حل لمطرح المحل. ملتمس اصلاح الطرق التاليه في قانون السبعات وكذا هذا الشيء راه بلدي الدراسه إنجاز ملعب للقرب وملعب بأي تشغيل. تنظن أن الإمكانية ديال الجماعة حاليا خاص الوعاء العقاري سوق القرب بتداول شنو عارفين لازم تصوتي معاه.
سالنا على جمعيه النقل المدرسي. اليوم كنتسائل بدوري مره اخرى عن مآل هذه الجمعيه التي حرمت من مواصله تدبير قطاع النقل المدرسي، علما ان هذه الجمعيه تربطها شراكه مع المجلس، الشراكه اللي توقعت دورة فبراير 2018 والأطراف ديالها المجلس الجماعي ومديرية التعليم بأزيلات والمجلس الإقليمي. كنتسائل مرة أخرى لماذا تم حرمان هذه الجمعية من مواصلة، علما أنها خدمات ودبرت هذا القطاع واحد 3 سنوات تقريبا بجدية أخذت التعليم الجماعي. أنا أخر السيد الرئيس دائما كنمنى على المحاضر، المحضر السابق كان واحد بغينا أي حاجة قلناها تكتب في المحضر، واحد مجموعة ديال النقاط ترناهم ما تكتبوش في المحضر للأسف الشديد. سأل أخر السيد الرئيس المجال يتسع الإنارة العمومية، كنشوفوا الكاميو كيدور في جميع الأحياء إلا الحي الإداري انطلاقا حدا القيادة ترصق كل ظلام، عرفناش علاش مجموعة من البؤر المصابيح فيها الحي الإداري ما كتش ما دارش الكاميو فيها. وشكرا السيد الرئيس. ولكن راه كاين